وافق مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة على تسهيل حوالي 30 مليون دينار ليبي لوضع إضافات في محطة تحلية طبرق وفقا للعقد المبرم بين الشركة العامة لتحلية المياه وشركة في تيك فاباج النمساوية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وإضافة مبخر رابع بمحطة تحلية المياه طبرق. جاء هذا عقب اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء عبد الله ثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي بمقر الحكومة المؤقتة في منطقة جرنادة. وناقش الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية نتائج جولته في مدينة بنغازي الخميس الماضي مع مجموعة من المهندسين في المؤسسة، إضافة إلى مدير إدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي للوقوف على الأضرار الناتجة عن الاشتباكات بمناطق الصبري ووسط البلاد وما سيتخذ حيالها من إجراءات فورية.